أحلى هريسة بها الجو البارد، حلويات سهلة وسريعة، شغل البيت. اللي حابب يعرف الطريقة يتابعنا بالفيديو، وأهلا وسهلا فيكم. قدير المحتاجة لعمل البسبوسة على طريقة الحلونجية. عندي هون كيلو سميد وسط، سميد وسط ما بصير تعملوها بسميد ناعم أو سميد فرخة، ما بصير، لازم تعملوها بسميد وسط. عندي هون كيلو سميد بحتاج له تقريبا، أفرجيكم على المكيال، ثلاثة كوب سكر، ثلاثة كوب مي، ثلاثة كوب سكر، ثلاثة كوب ماء. نحتاج أيضا معلقة كربونات الصوديوم الكربوني، هاي بتلاقوها هون بتركيا بالبيم بأي محل مكتوب عليه كربونات. نحتاج معلقتين سمنة، يفضل سمنة بقرية الحلوب، وإضافة من عندي بتحطوا خميرة الحلويات تطلع البسبوسة غير شكل. خلينا نشوف طريقة التحضير سوا. بدنا نحط خميرة الحلويات 10 جرام، بدنا نحط معهم معلقة صغيرة كربوني اللي هي كربونات الصوديوم، بنخلطهم مع بعض، وبعدها بنقلبهم فوق القطر اللي نحضره بالسكر والمي، مخليهم يختمروا شي 4-5 ساعات، بتصير عنا عجينة البسبوسة جاهزة. خلينا نشوف طريقة التحضير مع بعض. أول شي بنعمله بنحط 3 أكواب ماء على النار، بدنا نعمل القطر الشيرة. تقريبا الطريقة بتشبه طريقة المامونية، اللي ما بيعرف المامونية شوف رابط المامونية أسفل الفيديو او اعلى يمين الشاشة، اللي هي عبارة عن قطر وسكر ونضيف له سميد وبعدين سمنة وبناكلها. هلا هي الطريقة شوي مختلفة بس تقريبا بيشبهوا بعضهم، نفس الشيء السميد والسكر، بنضيف لهم السميد المخلوط مع الكربونة، بنخليها تختمر العجينة بلغة الحلونجية انه تختمر، يعني تاخذ وقتها منشان السميد يمتص السوائل وتفتح حبة السميد. هلا بهالمرحلة هي يفضل نضيف السمنة، السمنة منضيفها مع القطر، مشان لما نضيف السميد ينبس السميد كلياته بالسمنة أحسن ما تبسوا بإيدكم وتشتغلوا بإيديكم دغري، بنعمله بهالطريقة هي دغري سميد امتص السمن لما نقلبه. هلا لاحظوا معي بلشت المي تغلي وتفور، دغري نطفي عليها، السكر داب. هلا بنقلب فوق السميد، بنحركهم شوي ونخليهم يختمروا. شغلة ولا أسهل من هيك، هذا اللون الأبيض ناتج عن تفاعل الكربونات مع المي السخنة والسميد، مو مشكلة نضل نحرك فيها. هلا السميد بتفتح لحالها وبتسمك، بصير عنا تتشكل عنا عجينة سميكة ثقيلة القوام.
هلا بلشت تتقال. رائحتها تشبه رائحة المامونية الحلبية. هلأ سمكيت تماما. لما نضفنا السمن للشيرة هلأ ضمننا انه السميد كلياته ينبس بالسمن، ما في داعي نعرق بايدينا دغري، بس ننقعها خليها تختمر على قولة الحلونجية او صبيان الحلونجية. بس تختمر بنمدها بالصينية وعلى الفرن. شايفين ما احلاها العجينة، هيك صارت قوامها. معلش هلأ كل ما تركناها وقت زيادة، شايفين هلأ كيف صار قوامها. هلأ نتركها شوي تبرد ونخليها تختمر تقريبا ليلة كاملة. محلات الحلويات خلوها تختمر ليلة كاملة، أو إذا مستعجلين ممكن 4-5 ساعات تكون كافية. هلأ عندي الساعة 10 الصبح، رح نعملها. نبدأ بالصينية الساعة 4، يعني 6 ساعات كافية وزيادة. طعمتها بتشبه طعمة المامونية. بنغطيها ونخليها تختمر شي 6 ساعات، بس هلا مبدئيا بنغطيها شوي صغيرة هيك، وبعدين بنغطيها بكيس نايلو مشان ما بدناها تشرشر مي وما بدناها تعمل طبقة على السطح. هلا بنتركها بنغطيها بنايلونه بس تبرد مشان ما تعمل وش. نتركها اقل شيء ليلة كاملة او 24 ساعة يفضل تتركوها، مشان تصير العجينة جاهزة لنعمل فيها اطيب هريسة على الطريقة السورية. هلا بعد ما مضى 24 ساعة بالتمام والكمال، بنفتح على خميرة السميد مثل ما بقولوا لأصحاب محل الحلويات. غطيتها أنا بكيس نايلو، غطوها هيك مشان ما يسمك وشها أو ينشف. الله عجينة تحفة صارت. حركها شوي صغيرة هيك بإيدنا ونقلبها بالصينية. عندي هون الصينية الصاج، هذا مقاس 600 جرام، مقاسه 25-35 سنتي. ندهن الصينية بسمنة، سمنة بقرية أو سمنة بلدي. هلا أنا فرجيتكم عندي سمنة حلوب بقرية. ندهن الصاج بسمنة مع شوية قطر. ندهن حرف الصاج كمان منشان ما يلزق. معلقتين سمنة. هلا منجيب شوية قطر ومنحط قطر من تحت، بندهنه شوي مع السمنة. وهلا صار وقت نمد عجينة البسبوسة. الله العجينة غير شكل. هلا مشان نمدها منجيب منحط على صبينا شوية قطر ونمدها بإيدنا. شايفين ما أحلاها العجينة لما بتنقعوها المدة الكافية، تخلوها تختمر تاخد وقتها، بتشرب كل السميد السوائل وبتفتح السميدة على الآخر. لازم هيك على طول تحطوا لها شوية قطر على الوش منشان ما تقسى على الشوي وشان تنمد معكم بسهولة. هلا شوية قطر على الوش، قطر خفيف ما نسمي كتير. هاي من أسهل أنواع الحلويات اللي ممكن تنعمل،
أصغر جير حلواني بيعمله، يعني ما بده معلمية. أهم شي تسووه أنتو تكون مستوية مشان نزينها. بدنا نحط لها هيك، نحززها تحزيز مشان نخبزها شوي وبعدين نقطعها، ما بنقطعها تقطيع كامل، نحززها تحزيز، نحززها تحزيز مشان نزينها باللوز وبعدين على الفرن. بهالأثناء تكونوا انتو عم تحموا الفرن على درجة حرارة 150 من فوق ومن تحت، بنخبزها مدة 40 دقيقة مع متابعة مشان ما تشوط مننا. وهي صينية الهريسة جاهزة نحطها بالفرن، ولا أروع من هيك. بنحطها بالفرن من رف آخر رف من تحت ناحي النار وفوق رفين، بنخبز على درجة حرارة 180 مدة ساعة لساعة وربع، بتكون جاهزة. وصحتين وهنا على قلبي وقلبكم. هلأ بعد ما مضى ساعة تقريبا الفرن، منطلع صينية الهريسة، منقطعها بهالطريقة، منجع مفوتها على الخفيف من فوق مشان تاخد لون وبتكون جاهزة. طلع علينا هلأ، سخني هلأ، طلعتها من الفرن. ضل علي حط لها قطر، قد ما حطيتوا لها قطر بتشرب. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم. يعطيكم العافية وشكرا على المشاهدة. إلى اللقاء.